من الطرف واحد اتصل بي، فما كان عندي إمكانية أني أرد عليه، كنت مشغول شوي وأنا في بيتي في المكتبة. بعدين شفت الرقم فزهمت عليه، ولما رفع السماعة قال هيا حياك الله يا شيخ سعيد، خلاص أنا أزهم من عندي، يعني قصدك قفل الخط وأنا بتصل من عندي عشان تصير المكالمة على عليه هو. قلت لا ما يحتاج، كل واحد قال علي الطلاق إنك تقفل. شوف كيف الحماقة. قلت وش رأيك الآن، ما بقفل، أطلق مرتك الحين وانت تشوف، أصلك ما انت رجال، كذا قلت لك، كيف تعطيني طلاق مرتك الآن؟ طلاق مرتك في يدي، ما عاد بيدك، أنا أقدر أطلق مرتك الآن؟ قال لي والله يا شيخ تكفاك تكفى. قلت لا ما أقدر أقفل، أنت تطلق علي أني أقفل، أنا ما أقفل، إذا قفلت أنت وأنا ما قفلت ترى مرتك طالق. قال تكفى يا شيخ، أنا عند الله ثم عندك، ما عاد عندي سؤال ولا عاد عندي شيء إلا قفل. قلت ولا قفل، أحرقته. قلت شفت أنك أهوج، والله لو كان لي من الأمر لعزرتك أقل شيء 30 صوت إلين يندر عقلك. إيش الكلام هذا؟ لعبة الطلاق، لعبة الاسدين، علي الطلاق أنك تقفل؟ كم قد طلقت مثل هذا؟ يمكن قد طلق 100. يعزم له ضيف ذا الحين ويقول الضيف مشو، قال علي الطلاق عندك تجي. بعضهم ما يقول علي الطلاق، يقول بالثلاث، يعني يجيبها كمبلت كمبلت ويفجر، وتكون زوجته في البيت حرام، يعني ينكحها زنا، لأنه يعيش مع امرأة مطلقة. الطلاق ما شرع بهذا الأسلوب يا أخواني، طلاق خلاص، هذا حينما تستحيل الحياة الزوجية وبعد ممارسة هذه الوسائل يصير طلاق شرعي. إنما في بيعة وفي شرية وفي ضيوف وفي كل شيء طلاق طاق 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 لين. أيضا حرم الإسلام على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وأمره بغض بصره، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، أمر الرجال على حدة وأمر النساء على حدة. كان بالإمكان في غير القرآن أن يقول الله قل للمؤمنين والمؤمنات، لا، الرجال لحالهم والنساء لحالهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. فكما أن الرجل مأمور بغض بصره عن النساء، المرأة أيضا مأمورة بغض بصرها عن الرجال. وإنا لنستغرب من بعض النساء اللاتي لا يتقيدن بهذا الأمر ويسمحن لأنفسهن بالنظر إلى الرجال في القنوات الفضائية وفي المجلات وفي الجرائد، وتعرف العرب كلهم، هذه ما هي غافلة، هذه اخترقت أمر الله. المرأة ما تعرف أحد إلا بعلها. إذا عندك سيارة، سيارتك شريتها ب100,000 ومريت على واحد شاب صغير يحكحك فيها بالمسمار، تسكت ولا تغضب؟ تغضب غضب عجيب. واحد ثاني أخذ مسمار وجاي يدق في طرف العمارة حقتك اللي مسويها حجر ورخام وهذا، يدق دق فيها، تسكت ولا تغضب؟ تغضب. ليه؟ دمك بذلته في هذه السيارة وفي هذه العمارة، ما ترضى واحد يتعرض له بشيء. لكن لو دق في عمارات الناس تقول ايش عليهم؟ اي نعم، نحن هنا ديننا، عقيدتنا، رسالة ربنا، وصية نبينا، تركته الذي تركها لنا لندعو إلى الله، علينا أن نحمل همها، ندعو إلى الله، نغير المنكرات، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر بالمناهج الشرعية الصحيحة، بالأسلوب، بالكلمة الطيبة، ينتصر الدين، تقمع المنكرات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.